عمرو حكم رئيس الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية. إحنا بدأنا من 2014، بدأنا نحط بداية تأسيس قوائم يعني للعبة، إن إحنا نبدأ يبقى في دوري للعبة، يبقى في عدد، يبقى في نظام داخلي للعبة، يبقى في رولز محطوطة للفرق وللتحكيم والمسابقات اللي بتتنظم. ده بدأنا في 2014، كان ساعتها عندنا 200 لعيب وخمس فرق. النهارده احنا في السنة الرابعة، عندنا السنة دي 700 لعيب، 16 فريق، 8 رجال و8 سيدات. احنا كنا أول ناس في أفريقيا، يعني مصر كانت أول دولة تاخد عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمريكية سنة 2014، ومصر والمغرب. كان ساعتها مصر هي حاليا اكبر دوري موجود في افريقيا والشرق الاوسط بين الدول العربيه. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننشر اللعبه في الدول اللي حوالينا، يعني بنحاول نتكلم مع الناس اللي في السعوديه، مع الاردن، مع الامارات، مع المغرب، مع تونس، الجزائر كمان بدات فيها اللعبه. بنحاول ان احنا على قد ما نقدر ان يبقى في تبادل خبرات مع الناس اللي هناك، بنبعت من عندهم في الكامل وهكذا، بحيث ان احنا في الاول وفي الاخر احنا بنحاول ننشر حاجه واحده هي رياضه الملك. ليه بنحاول ننشر رياضة الأمريكي الفوتبول؟ علشان دي تقريبا أعظم رياضة جماعية موجودة، يعني اللي احنا بنشوفه أمريكي الفوتبول تأثيرها على الناس، على اللعيبة، على الأشخاص اللي بيبدأوا يشاركوا. أحد الحاجات اللي بنلاحظها إن عمرنا ما شفنا حد جه لاعب بطل، يعني حتى لو أصيب أو حصل له أي حاجة بيفضل موجود في اللعبة، يرجع كمدرب، يرجع كحكم، يرجع كحاجة، بس كله بيحاول يفضل دايما موجود ومربوط بالكوميونتي بتاع اللعبة. كرة القدم الأمريكية ليها شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما هي مدى شعبيتها هنا في مصر؟ طبعا يعني مش هقول إنها تقارن بشعبيتها في أمريكا ولا في الكورة هنا في مصر، بس هي احنا اللي شفناها يمكن راحة زي السنة دي في السنتين كمان اللي فاتوا، إن في إقبال جماهيري كبير قوي مقارنة بزمان. يعني اللعبة موجودة في مصر من 2007، بس من ساعة ما أسسنا الائتلاف وبدأ يبقى في نظام ودوري فرق مشاركة، بدأنا نشوف إن كل فريق بقى أصبح ليه قاعدة جماهيرية يمكن في الوقت الحالي بسيطة، بس سنة عن سنة بتتضاعف وبتزيد. السبب في كده إن إحنا مش بنحاول بس إن إحنا نروج لفكرة الرياضة نفسها كأمريكان فوتبول، بل بنحاول ننشر في الثقافة اللعبة نفسها. أمريكان فوتبول مبنية على فكرة إن أنت بتيجي جزء من اليوم، طبعا أنت بتتفرج على الماتش، بس في جزء تاني إن أنت بتيجي بتلاقي مزيكا شغالة، وبتلاقي أكل وشرب، وبتلاقي انترتينمنت وحاجات ترفيهية بتتلعب غير الماتش طبعا اللي شغال بتعليق. الموضوع بيبقى أشبه بخروج، إن أنت ممكن أنا جاي أتفرج على الماتش الساعة 6 بس أنا باجي من بدري بحضر بقى كل الفعاليات الموجودة فيه. دي الثقافة اللي إحنا بنحاول ندخلها، دي اللي يمكن مفتقدينها في رياضات مصرية.